ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من 7 دكتورز سبورت. اليوم رح نحكي عن مرض جدا مهم وعلاقته بالرياضة، اللي هي دهنيات الكبد. دهنيات الكبد كتير منتشرة عنا في عالمنا، في عالمنا العربي، نتيجة السكري، نتيجة زيادة الوزن، نتيجة زيادة الكوليسترول والدهنيات الموجودة في الجسم. وهي من الأمراض اللي جدا صارت شائعة وإلها خطورة على الجسم. لا سمح الله في جزء بسيط من الناس ممكن يتحول الدهنيات لالتهاب مزمن بالكبد، والالتهاب المزمن بالكبد يصير فيه تشمع في الكبد، وهي عملية جدا خطيرة. فبالتالي بدنا نمنع حدوث تشكل الدهنيات على الكبد، أو إذا حدثت الدهنيات على الكبد كيف بدنا نعالجها. زي ما حكينا، عوامل خطورة الدهنيات على الكبد عبارة عن زيادة ضغط الدم، الكوليسترول العالي الموجود في الجسم، السكري، والنصاحة، خصوصا زيادة الوزن اللي بنسميها سنترال اوبيزيتي، يعني الوزن الموجود حوالين منطقة البطن هاي وحوالين منطقة الصدر. هاي كلياتها بتؤدي الى الدهنيات اللي على الكبد. واذا فكرتوا كتير بالموضوع بتلاقي انه معظم هاي الامراض ممكن نعالجها بالرياضة. يعني اذا انا لعبت رياضة بخف نسبة الكوليسترول والدهنيات عندي، اذا انا لعبت رياضة ضغط الجسم بتحسن، اذا انا لعبت رياضة السكري تبعي بتحسن، إذا أنا لعبت رياضة بخسر وزن في منطقة البطن اللي هي بتشكل عامل خطورة لدهنيات الكبد. طبعاً لو بتطلع على كل الأبحاث الطبية اللي موجودة، يعني كتير من الأبحاث الطبية آخر 20-30 سنة بتحكي شو الأدوية أو شو الأشياء اللي ممكن أسويها عشان أعالج دهنيات الكبد. رقم واحد بأي تداخل طبي هو الرياضة وخسران الوزن. أنت تقدر انه انزيمات الكبد تكون عندك غير طبيعيه وفي كتير دهنيات على الكبد وتخسر وزنك، انزيمات الكبد تصير طبيعيه بعد خسران الوزن. المرضى بيحكوا لي قديش لازم انا اخسر وزن عشان اعالج مشكله الدهنيات اللي على الكبد. كل الدراسات بينت انه تقريبا 10% من وزنك، يعني لو وزنك 100 كيلو بدك تخسر بس 10 كيلو عشان انزيمات الكبد تتحسن. فاحنا التارجت تبعنا 10%. حتى بعض الدراسات بينت انه 5%، مجرد 5 كيلو من شخص وزنه 100 كيلو كتير بتحسن الدهنيات اللي على الكبد. اذا تحسنت الدهنيات اللي على الكبد نسبة الاصابة بالتهاب مزمن بالكبد بخف، نسبة الاصابة لا سمح الله في تشمع بالكبد، وهي حالات غير قابلة للعلاج اذا صار في تشمع في الكبد، بتكون قليلة اكتر. عملية الهضم الطعام بتصير أسرع بشكل أحسن وبشكل صحي أكثر من هيك. رسالة واحدة من هاي الفقرة بدي أحكيها للأخوة المشاهدين المصابين بدهنيات الكبد: الرياضة، اخسر 5 أو 10% من وزنك، كل أمورك التانية تتحسن. طبعا شو نوعية الرياضة؟ ما بتفرق شو تلعب رياضة، بدك تركض، تلعب أثقال، تتحرك كتير، تسبح، ما عندي مشكلة. التارجت أو هو الهدف تبعي أني أخسر وزن، أحط حالي على الميزان اليوم ألاقي وزني 100 كيلو، بعد 3-4 أشهر ألاقي وزني 90 كيلو. هذا هو التارجت، هذا هو الهدف اللي أنا بدي أوصل له. بالنهاية بتمنى السلامة للجميع، ونشوفه في فقرات مقبلة في 7 دكتورز سبورت.